نشوف يلا كرومبو كرومبو ده كرومبو مع الكور بس ما خدش باله يا لهوي يلا اه ده السمك مع اللي بيار يلا يلا ليه كده ليه مساء الخير عليكم معكم احمد من قناة مستر بنا ومعانا حسن ومعانا ملك النهاردة ان شاء الله هنتدرج في الصعوبة وهنكمل مع بعض سلسلة اللعبة اللي احنا لعبناها قبل كده اللعبة المخصصة لجهاز الام اس اكس جهاز الصخر القديم اللي طلع سنة 1985 واتكلمنا عنه قبل كده في حلقة سابقة احنا لعبنا المرة اللي فاتت المرحلة الاولى من لعبة الوادي الشقي النهاردة هنلعب المرحلة التانية الاصعب شوية من لعبة ايه يا روكب لك مكشرة ليه كده ابتسمي من لعبة الوادي الشقي عشان نخش على طول في الموضوع نخش على المرحلة التانية المرحلة الرهيبة جاهزين يا اولاد يلا بينا يلا يلا الشقي يمشي يالك معنا هو مرحلتين ومية مية الوادي الشقي هو ماشي تمام يلا يا حبيبي ايه دي جرة نرد يا رلي يلا حبيبي نط نط مية 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 الله هنا ده بقى سمك على البيار سمك على البيار يعني السمكة تيجي تلطشه ما يقومش تاني والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل مية 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 يلا المنع المائي ده رهيب خلي بالكم نط يلا مية مية كرومب دور الكرومب ده يلا 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 بسرعة يلا بسرعة يلا يا ابني تحس بطيء ليه كده مش عارف زي ما تكون عايز كيف على وش امه ده انا ما مش هحطه فوق الضفدع ده اللي ايه الحبال دي يعني سهله شويه اللي بيرم مهبال ماشي يلا يلا مية مية عمال ياخد ميات اهو يلا 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 حبيبي حبيبي مية مية يلا يلا نط يلا يلا الشماسي مع السمك يلا 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 يا ابن اللذينه شمسية من دي السمكة من دي تقبشه قبشة ما يقومش منها يلا 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 حبيبي يلا اوعى 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 بتضرب وشك اوعى حبيبي يلا اخر مرحلة دي لا لازم احنا بننط نكون ايه مشغلين الجمجمة لان لو اتلطش لطشة هيتكل على الله يلا حبيبي كرومب كرومب اللي بينزل مع القفاشة بتاع اللي في الأرض دي تقفش على رجله وخلاص جاب أجله حبيبي أدي عدينا أول مرحلة أهو صعبة طبعا ما تنسوناش في لايك وسبسكرايب لو عجبتكم اللعبة دي والمرحلة دي ماشي يا ام حسن ماشي قال اهو وعايزين تعليقاتكم رايكم ايه في التعليقات عجبتكم اللعبه دي ولا نجرب لكم لعبه تانية يلا عشان نخش كمان مرحله الاصعب شويه ونشوف يلا كرومب كرومب ده كرومب مع الكور بس ما خدش باله يا لهوي يلا ده السمك مع اللي بيار يلا يلا ليه كده ليه خدتش بالي من السمكه السمكه كانت طالعه هو الحمد لله نسيت ان في سمك ابوك ابو ابن سعيد يلا يلا العب الشماسي مع الكرومب يلا يلا اوعى دي كانت عاليه عليه دي اوعى الكرومب اوعى الكرومب وراسك اوعى يلا الحمد لله عديناها بالعافيه واحد ايه في مرحلة عصبية يا الحبلين دول ولاد لذينة هنشوف هيجيبهم ولا لا هيجيبهم ولا لا يا ابن ال... يا ابن ال... انا عايز بقى ايه ارقد لها شوية موت تاني حول الله يا رب المرحوم كان لسه صغير انا الصراحة زهقت مش هكمل اللعبة دي تاني بس لو عجبتكم اللعبة دي نكملها لكم عندنا العاب كتير ولا 500 لعبة في العاب الصخر
ما تنسوناش لو عجبتكم اللعبة دي ساك وسبسكرايب، اتمنى اسمع التعليقات بتاعتكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة، يعني اسمع التعليقات وتشتركوا في القناة عشان اعرف اللعبة عجباك ولا لا. كان معكم احمد ابو حسن وابو ملك، اتمنى ان اللعبة دي تكون عجبتكم. يلا مع السلامة.